أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا دخل الإنسان إلى دورة المياه ثم نفي أن يقول دعاء دخول الخلاء، هل يجوز له أن يقوله عند الخلاء؟ يقوله في نفسه، لا يتلفظ، يقوله في نفسه ويكفي، لكن التلفظ في الذكر ما يجوز، يكره في الخلاء. وإذا كان من القرآن فإنه يحرم، أو ذكر الله عز وجل.